وصلنا إلى السؤال الثامن من التدريب في الصفحة 50. يقول السؤال الثامن: ليكن M و L عددين حقيقيين موجبين تماما، يعني M و L أكبر تماما من الصفر، وليكن دي واحد ودي اثنين مستقيمين موجودين في المستوى الإحداثي. معادلة الدي واحد هي دي واحد نقطتين واي يساوي ام اكس، ومعادله المستقيم دي 2 واي يساوي ناقص ام اكس، واخيرا لتكون اسم مجموعه النقاط ام في المستوى التي تحقق جداء ضرب بعدها عن دي واحد ببعدها عن دي 2 يساوي الثابت ال مربع، هذا الثابت المعطى هنا، وهذا الثابت ام يمثل ميل المستقيمين. برهن أن S هي اجتماع قطعين زائدين يطلب تعيينهما. طلاب، لدي M و L ثابتين موجبين تماما، يمثلان أطوال أو يمثلان عفوا قيم موجبين. وليكن لدينا D1 المستقيم الذي معادلته Y يساوي MX في المستوى الإحداثي، يعني إذا كان هذا مستوى الإحداثيات، نعم، في عنا المستقيم y يساوي mx هذا ذو الميل الموجب، ولدي ايضا المستقيم y يساوي ناقص mx. اريد مجموعه النقاط الموجوده في هذا المستوى التي تحقق بعدها عن المستقيم الاول ضرب بعدها عن المستقيم الثاني، نعم بعدها عن المستقيم الثاني يساوي الثابت المربع. نعم، لنفرض أنه في عندنا نقطة اسمها P التي إحداثياتها X1، نعم بعد النقطة مع المستقيم D1 هو طول العمود النازل من النقطة P على المستقيم D1، وبعد النقطة P عن المستقيم D2 هو طول العمود النازل من النقطة P عن المستقيم D2، هذا ذو الميل السالب، هذا D2، نعم. وحسب قانون بعد نقطة عن مستقيم منطبق القانون ومنضرب جداء هاتين العلاقتين، نعلم أنه لنتذكر إذا كان لدينا AX زائد BY زائد C مستقيما موجودا في المستوى، معادلة AX زائد BY زائد C يساوي صفر، ولتكن لدي نقطة A إحداثيات X صفر Y صفر، بعد النقطة A عن المستقيم D هو معادلة المستقيم بالقيم المطلقة، حيث سوف أعوض X بX صفر والY بY صفر، AX صفر زائد BY صفر زائد C على تحت الجذر A مربع زائد B مربع. المستقيم D واحد راح نكتبه بالشكل العام Y ناقص ام اكس يساوي صفر. المستقيم دي 2 راح نكتبه بالشكل العام واي زائد ام اكس يساوي اصفر. نعم، الان لتكن لدينا النقطة بي، نعم، او نقطة ام، خلينا نسميها نقطة ام، نعم، احداثياتها اكس وواي، بعدها عن المستقيمين دي 1 ودي 2 هما ال 1 وال 2. إذا كانت لدي M نقطة إحداثيات X Y، بعدها عن D1 و D2 هما العددين L1 و L2، عندئذ L1 هو معادلة المستقيم D1 القيم المطلقة على تحت الجذر أمثال الإكسات للتربيع زاد أمثال الويات للتربيع، معادلة المستقيم D1 هي MX ناقص Y. نعم، نفس الشيء لو كتبنا y ناقص ام اكس، نعم، على تحت الجذر امثال x للتربيع زائد امثال y للتربيع، ام اكس ناقص y بالقيمه المطلقه على تحت الجذر m مربع زائد y مربع، طبعا الام نقطه متحركه احداثياتها x y، وال2 الذي هو بعد النقطه m المتحركه عن المستقيم دي 2 راح يكون هاي معادله المستقيم دي 2 ام اكس زائد y على بالقيمة المطلقة على تحت الجذر M مربع زائد واحد. الآن الواحد ضرب الاثنين ماذا يساوي؟
طلاب أريد الإيجابي المربع، المربع. ممتاز. عندئذ ال واحد ضرب ال اثنين يساوي الثابت المربع. لنطبق هذا الكلام، لاحظ ال ال واحد هو ام اكس ناقص واي بالقيم المطلقة على تحت الجذر ام مربع زائد واحد، ضرب ال ال اثنين هو ام اكس زائد واي بالقيم المطلقة على تحت الجذر ام مربع زائد واحد، أليس كذلك؟ حسب هلق راح نضرب البسط بالمقص والمقام بالمقام. نعم، نعلم سابقا A بالقيم المطلقة ضرب B بالقيم المطلقة ماذا يساوي؟ A ضرب B والكل بالقيم المطلقة، وعندي بالمقام جذر الام مربع زائد واحد ضرب جذر الام مربع زائد واحد بروح التربيع مع الجذر، لذلك راح يصير عندي انا هون، خليكم معي، راح يصير عندي هون في البسط بهذا الشكل ام اكس ناقص واي ب ام اكس زائد واي والكل بالقيم المطلقه على تحت الجذر ام مربع زائد واحد بجذر ام مربع زائد واحد، راح الجذر على ام مربع زائد واحد والذي يساوي المربع. نعم، ام اكس ناقص واي بام اكس زائد واي بتذكرني المطابقه التربيعيه التالته، اي ناقص بي في اي زائد بي مربع الاول ناقص مربع الثاني، يعني ام مربع اكس مربع ناقص واي مربع، مربع الاول ناقص مربع الثاني، ولكن الكل بالقيم المطلقه، اي سوف احصل على الشكل بالقيم القيم المطلقه لام مربع اكس مربع ناقص واي مربع والكل بالقيم المطلقه على ام مربع زائد واحد والتي تساوي ال المربع. انا طبقت الشرط، بدي وصل الى ايش؟ الى ان مجموعة النقاط ام التي احداثياتها اكس واي، نعم اللي هي اس، راح تمثل اجتماع قطعين زائدين. هلا شو راح اعمل؟ جدار الطرفين يساوي جدار الوسطين. انظر القيمة المطلقة لي ام مربع اكس مربع ناقص واي مربع تساوي ال مربع بام مربع زائد واحد، اليس كذلك؟ كان عندي بهذا الشكل ام مربع اكس مربع ناقص واي مربع والكل بالقيمه المطلقه على ام مربع زائد واحد تساوي ال مربع، مو هيك؟ اخذت الطرفين في الوسطين، اخذت هذا الشكل. طلاب، نعلم انه حسب مفهوم المعادله بالقيمه المطلقه إذا كان X بالقيمة المطلقة يساوي الـ A، حسب مفهوم القيمة المطلقة هذه المعادلة لها حلين، إما ناقص A وزائد A داخل القيمة المطلقة يساوي A، أحسنتي، أو ما داخل القيمة المطلقة يساوي ناقص A، ليس كذلك؟ لذلك حسب مفهوم القيمة المطلقة نستطيع القول أن ما داخل القيمة المطلقة يساوي أحد مقدارين، إما مربع X مربع ناقص Y مربع تساوي هذا المقدار نفسه، نعم لاحظ هذا الشكل مربع X مربع ناقص Y مربع يساوي المربع بإم مربع زائد واحد. هلا خلوني أقسم الطرفين على الثابت الموجب المربع بإم مربع زائد واحد، راح أحصل على الشكل اكس مربع على المربع بام مربع زائد واحد على ام مربع، انا هون قسمت على المربع بام مربع زائد واحد، وهون قسمت على المربع بام مربع زائد واحد، والطرف الايمن كذلك امرنا قسمته على نفس المقدار، صار الطرف الايمن موجب، طبعا من اجل اكسات الام مربع الموجود هون. نعم، لاحظ هي عباره عن ايش؟ انا اخذت بعيدين بسط وقريبين مقام، نعم لذلك كتبتها بالشكل ال مربع بام مربع زائد واحد على ام مربع وبسطها اكس مربع. الغايه من هالكلام مشان نطابقها مع الشكل المختزن للقطع الزائد ناقص، هون الواي مربع على ال مربع بام مربع زائد واحد يساوي الواحد. المقدار المربع بام مربع زائد واحد هذا ثابت عددي موجب، والمقدار المربع بام مربع زائد واحد هو ايضا ثابت عددي موجب. هذه المعادلة أليست من الشكل X مربع على A مربع ناقص Y مربع على B مربع يساوي الواحد، أليس كذلك؟
هذه المعادلة ماذا تمثل؟ ماذا تمثل؟ معادلة مختزلة للقطع الزائد. نعم. مركزه أو صفر صفر. ومحوره المحرق. محوره المحرق. محوره المحرق هو X. أحسنتم. أحسنتم. أو طبعاً وهي معادلة قطع الزائد اللي راح أرمز له بالرمز H واحد. أو ما داخل القيمة المطلقة يساوي معكوس الطرف الأيمن، يعني إم مربع إكس مربع ناقص واي مربع تساوي ناقص ال مربع بإم مربع زائد واحد، وقسم الطرفين على المقدار السالب ناقص ال مربع بإم مربع زائد واحد. نعم، لاحظ الإكسات رح يصيروا سالب والوايات رح يصيروا موجب، لذلك بدي صدر الوايات وكتب الوايات في أقصى اليسار، فأحصل على الشكل يعني قسمت على طرف على مقدار سالب الوايات صاروا في الطرف في اقصى اليسار، واي مربع على المربع ب مربع زائد واحد ناقص اكس مربع على المربع ب مربع زائد واحد على ام مربع والتي تساوي الواحد. نعم، وهي معادله من الشكل واي مربع على ب مربع ناقص اكس مربع على اي مربع يساوي الواحد، وهي معادلة قطع زائد مركزه مبدأ الإحداثيات ومحوره المحرقة اللي هو الأو واي، وهي معادلة القطع الزائد الثاني. وبالتالي أستطيع القول S اللي هي مجموعة النقاط M التي إحداثياتها إكس واي التي تحقق الواحد ضرب الاثنين تساوي المربع، هي اجتماع لقطعين زائدين S مجموعة النقاط XY، بحيث أن الواحد ضرب الاثنين يساوي المربع، هي اجتماع لقطعين زائدين. واضح طلاب حل هذا التمرين؟